طبعا لعبة دراجون بوت هي لعبة صينية قديمة وكانت موجودة من زمان، وطبعا احنا كنا بدأت في مصر يمكن من 2016 بشوية فعاليات بسيطة كده تمت لحد ما ربنا وفقنا وقدرنا ان احنا نعمل اشهار للعبة، واحنا بنحاول طبعا الفترة اللي جاية نعمل مشاركة بقى في الاندية ونقدر نعمل توسيع للقاعدة للرياضة. عايز اقول ان هي رياضة جميلة جدا بتتناسب مع جميع الاعمار، ليها شكل وليها طعم زي ما بيقولوا في المية، انا شايف ان هم يعني كل حد بيجربها بيستمتع جدا. خليني اقول ان احنا بنتعامل مع الجانب الصيني وهم الناس مهتمين بالرياضة دي بتاعتهم ومبسوطين قوي ان احنا في مصر قدرنا ان احنا نعمل حاجة من الرياضة دي تتحرك. خليني برضو اتكلم ان احنا مطالب ان احنا نوسع القاعدة بقى على جميع انحاء جمهورية مصر العربية، ان احنا نقدر نحط اساس ونقدر من خلال اكاديميات ومن خلال تدريب مكثف. كمان خليني اقول ان الفترة اللي جاية احنا عندنا فعاليات هنقدر نحققها على مدار الثلاث اربع سنين اللي جايين دول، ان شاء الله هتظهر اكيد على المؤتمر وكلنا دور فيها كويس باذن الله. دي دراجون بول المهم اول حاجه طبعا يعني رياضه، وثاني عشان تيم ورك، يعني احنا شفت المركب ماكسيمم 22 لكن هم شغال مع بعض، مش كل واحد لازم يعني كل واحد يعني دي هدف دي ورك تيم ورك، ما فيش حد شغال هو عايز لكن كله مع بعض لواحد بإذن الله. في العديد من المسابقات احنا عاملين كاتحاد عاملين برنامج لمدة 3 سنوات، يعني طبعا في مشاركة معظم النوادي على مستوى مصر، وبعد كده يعني هنخلي مصر ممثلة في كل المسابقات اللي بتقام على مستوى العالم. رياضة التجديف بكل أنواعها كانت موجودة في مصر وموجودة في كل النوادي تقريبا اللي ليها أكسس على المية، يعني فالتنظيم حلو قوي، التعاون مع الصين في كل المجالات حلو قوي، وإنك بتقدمي رياضة جديدة، صحيح هي جديدة قديمة بس شكلها مختلف، وبالتالي أنا بشوف إن حاجة حلوة قوي إن إحنا نتعاون مع الحضارات القديمة بكل أشكال التعاون. هي ميزة الدراجون بوت إن كصحبة تمام، وبنتعرف على ناس إحنا أصلا ما نعرفهاش، هي ميزة الرياضة كده، يعني دي لعبة الدراجون بوت بتعرفنا على ناس إحنا ما كناش نعرفها، فدي حلاوة الدراجون بوت، فدي احنا مستمتع باللعبة دي ان انا بتعرف على ناس محترمة وجميلة ما كنتش اعرفها. دراجون بوت ديت من اقوى الرياضات المائية وامتعها، وهي رياضة جماعية غير اي رياضة تانية، بتعتمد على العمل الواحد والهدف الواحد لروح الفريق. دراجون بوت دي لعبة هي الصين اول حاجة نشأتها، لكن هي دلوقتي العالم كله بيلعبها وبيشارك فيها. كان عندنا سفرية ماليزيا كان في بطولة سيدات فقط، والحمد لله كنا مقدمين فيها بشكل كويس جدا. سافرنا في 2019 سفر في هونج كونج برضو كنا تيم، واخدنا هناك برضو ميدالية، فيعني اخدنا كذا مسابقات وكنا بنأدي بشكل كويس قوي. اشتركت اول مره في 2018 في العيد الصيني السنوي، وبعد كده ابتدينا نخرج بره مصر، اللي احنا اشتركنا في مسابقات في هونج كونج وماليزيا، واحنا كنا اول فريق مصري ان هو يخرج بره مصر وحققنا مراكز كويسه هناك. اخترت العبها لعبه قويه، فبتمرن عضلات الكتاف تبقى كويسه جدا، وبرضه يعني لعبه مشجعه يعني.